اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. اليوم غادي نجيب لكم طريقة بحالاش تحضروا كل شيء داكشي ديال الحريرة البنات الموظفات، البنات اللي كيكون عندهم الشغل بزاف، بحال النهار كيكون عندها في رمضان خاصها تصبن وخاصها تقاد وخاصها تعجن وخاصها يعني بإمكانها تحضر كل شيء الإقامة ديال الحريرة ديالها وتخليها عندها مجموعه. النهار فاش تبغي تجيبها كتجبدها كتحطها في الكوكوت ديالها، كتزيد عليها غير الماء والملح والزيت والعطريه اللي كدير لها كتضيف لها، وها هي الحريره ديالها واجده. يعني فاش تفيض غادي تدورها بالطحين وها هي الحريره ديالها واجده. هنا كل واحد كيعرف الكميه ديال الحريره اللي كيدير، كاين اللي كيبغي يدير الحريره ديال كل نهار، كاين اللي بغي يدير الحريره ديال يومين، كاين اللي بغي يدير ديال اسبوع. انا شخصيا كندير الحريره ديال 3 ايام في رمضان، كندير ديال 3 ايام. علاش؟ كنحط كنوجدها مسبقا وكنديرها في الكونجيلاتور، كنوجد لها كلشي الاقامه ديالها، ما كنطيبها ما والو، وكنخليها في الكونجيلاتور. كاين من الخطرات بحال في الايام اللي خارج رمضان كنطيب هذيك الاقامه كامله ديال الحياه، كنجمع كلشي الاقامه ديال 10 د المرات هكا، وكنطيبها في الكوكوت، ما نعمرش عليها بالماء بزاف، وكنديرها نفرقها في الزيبلوك، كنخليها حتى تبرد، كندخلها للكونجيلاتور. فاش كنبغيها كنخرجها، كنزيد عليها غير الماء، كنزيدها شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت شويه ديال السمن. فاش كتفيض كندورها بالطحين لان هي طايبه عندي، ندورها بالطحين وهي الحريرتي واجده. في رمضان بما انه نبغوا الحريره جديده وتكون مصوبه جديده، كندير ديال كل 3 ايام، يعني جوج خطرات في الاسبوع كندير الحريره ديال الحريره ديال رمضان، ونهار في الويكاند كان في نهايه الاسبوع كندير يا اما حريره الدشيشه اللي هي حريره البلبوله او السميده او هربل. يعني عندي الشيخ ثلاثه الاختيارات كنغير باش رمضان كله ما يعني ما يبقى الانسان دائما يوميا الحريره. او مرات كنديروا شوربه، يعني كنديروا شوربه وكنديروا حريره السميده مثلا، درنا حريره السميده لانه يعني ماشي كلشي كيبغيها في الدار، كندير معها شوربه وكندير حريره ديال السميده. المهم هنا اليوم غادي نجيب لكم الطريقه ديالي انا، كندير بما اني كندير الطريقه الاقامه ديال 3 ايام، انا ما كندورها كامله في 3 ايام. يعني فاش كنديرها نخرجها من الكونجيلاتور كنديرها تفيض، كنهز القياس ديال هذاك النهار كندورو بالطحين، والقياس ديال اليومين كنخليها غير في الثلاجه التحت، كنخليها هكاك بدون طحين كنخليها في الثلاجه التحت. اليوم الاخر كنهز القياس ديال هذاك اليوم كنفيض كنزيد له ندورو بالطحين وهو عندي. والنهار الثالث نفس الشيء، النهار الرابع كنجبد حريره عاوتاني ديال 3 ايام، وهكا رمضان كله كتكون حريرتي واجده، كتخليني نقدر نقضي اشغالي برا، كنقدر نتفرغ للعباده، وكنقدر نتفرغ لاشغال البيت الثانيه والزيارات العائله، ولانه رمضان شهر العباده وشهر زيارات العائله، يعني الواحد يصل رحمه في رمضان. حبيباتي دابا غادي نوريكم، دابا انا بما اني كندير الحريره جوج خطرات في الاسبوع او كنحضر ديال جوج خطرات في الاسبوع، خاصني هنا 8 ديال الزيبلوك، ندير 8 ديال الكميات كل اسبوع جوجات، وكل اسبوع فيه كل زيبلوك فيها الحريره ديال 3 ايام. المهم هاني وجدت هنايا الحمص، انا كنبغي الحمص بزاف، من الخطرات كنقشرو، من الخطرات نقشر النص، ومن الخطرات لا، هنايا قشرت النص والنص ما مقشرش، او قولوا تقريبا قشرت غير شويه. ها هو الحمص عندي هنايا جوج هادو كيلو تقريبا ديال الحمص، كيلو ونص. وهنايا عندي كيلو ديال العدس غسلته نقيته وغسلته، وهنا عندي كيلو ديال الفول غسلته ونقيته. الحمص بيدتهم فزت في الماء، والفول والعدس لا، الفول يلا غسلتهم الحمص. هنا عندي 8 ديال الرباطي ديال المعدنوس و8 ديال الكرافس، غسلتهم نقيتهم وطحنتهم، طحنتهم ماشي بالماء يعني قرطتهم بالروبو ديال التقراط. هنا عندي 8 ديال البصلات طحنتهم حكيتهم يا ربي، وهنا عندي علبه ديال المطيشه ديال الحك مجمده، وهنا عندي 4 كيلو ديال مطيشه جديده طريه، غسلتها قطعتها وطحنتها، هذه ما طيبتها ما والو. هنا عندي كيلو ديال اللحم، هنا عندي كيلو ديال اللحم، هاد اللحم هذا ديال لاداند مقطع هبره، ديك الهبره ديال اللحم ماشي ديال الصدر، ديال الهبره ديال الفخيضات وديال ماشي ديال الصدر، هذه كتكون فيها البنه اكثر من ديال الصدر في الحريره،
جمدته وهرسته، وغادي نديرو بالزربه في الزيبلوك كترجع للكونجيلاتور قبل ما تدي كونجيلا. داكشي علاش كان في الكونجيلاتور. ما عرفت واش كان هادو شدهم الكاميرا ولا لا، باني ما كنت كنشوف شنو شد. المهم هنايا غنجبد الزيبلوك ديالي، او هنايا كنستعمل غير الاكياس العاديه ديال الكونجيلاتور اللي كنشرو من كندير فيها اللحم، ولكن خاصني ندوبلهم ندير جوجات كل وحده في وحده، يعني نستعمل جوجات باش ما الحراره ديالي ما تشرق لي البلاستيكه ديالي. المهم غادي نقاد دابا عدد الساشيات اللي محتاجه وغادي نرجع لكم. حبيباتي هاني قديت 8 ديال السيكان ديال الكونجيلاتور، ديال الطنيشة ديال الكونجيلاتور او الزيبلوك ديال الكونجيلاتور ديال المغرب، ماشي داك الزيبلوك الغالي، لان هذا غادي نعقدو ولا استعملتو غادي نرمي، لان غادي ندير فيها المواد فيها اللي سائل وفيها اللي سميتو. غادي نبداو بالحمص، انا غادي ندير العبار ديال 3 ايام. غادي ندير كلشي في الساشيات، الحمص ونحيد عليه الحمص باش ماشي نبقى نهزم هنا وهنا، نحيد حاجه بحاجه. الا جيت نهز من البصله ومن الحمص ونخلط غادي تخلط عليا داكشي، ولكن من الاحسن نهزو حاجه بحاجه، نحيدو الحمص نحيدو الفول نحيدو كل حاجه. هاني حبيباتي ساليت الحمص، غادي ندير دابا العدس. انا كنبغي العدس الحريره ديالي، انتوما ما عرفت اللي ما يبغي يبغي شي حاجه ما يديرهاش. كاين اللي كيحك خيزو في الحريره ديالو، كاين كل واحد شنو كيدير، كاين اللي كيدير بطاطا. كندير زلافه ديال الحمص صغيره، هنا العبار ديالي اقل من الحمص، كندير غير زلافه صغيره ديال العدس ماشي الحمص، العدس. هاد العمليه هادي كتسهل علينا بزاف ديال الشغل، منبقاوش يوميا جبد هذا نقي العدس فزك الحمص. وكاين اللي كيدير يطحن، كنت حتى انا في الاول كنطحن الربيع ديالي وكنفرق على حسب رمضان على كل يوم، وكل يوم كندير الحريره، ولكن لقيت راسي كنضيع بزاف الحريره كتبقى لي، ما نقدر نخلطها بالطحين ما نقدوش نشربوها. اليوم الثاني كان فيها الطحين كتجي مذاقها بشكل، وما كنقدوش نرموها وما تلقايش الناس كلشي يجي. انا كيكون ديالي الحريره ما عندك ما تعطيها وكتضيعيها، لقيت راسي كنخسر واحد الكميه ديال الحريره. قلت اللهم ما بقيت كنفكر، لقيت هذه هي الطريقه الصحيحه. دابا غادي ندير الفول، غادي ندير نفس الزلافه نفس الكميه ديال الفول، ندير نفس الكميه ديال الحمص وديال العدس من الفول، زلافه صغيره. دابا غادي ندير مطيشه ديال
معلبه. هنا عارفه قياسي ديال 3 ايام شحال غادي، انا عارفه قياسي. عندكم دوبلو الكميه في شي زيبلوك، يعني حضو ديروا عقلوا على اللي درتو فيها، ما بقي ما تعاودوا ليهاش. وجاتني الكميه هي هذيك مقاده، لاني عارفه هاد على فكره هاد مطيشه المعلبه كنت فتحتها على حساب سباغيتي وبقات ليا في الكونتينر. البنات اللي غيسولوا يقولوا علاش درتي مطيشه طريه، وانتي داك النهار علبتي مطيشه وصبرتيها، لقيت مطيشه رخيصه كدير عندنا درهم ونص، واستغليت هذا بما انها رخيصه نخلي هذيك اللي ديجا انا علبتها وندير طريه في الحريره ديالي. هنا حبيباتي غادي ندير الربيع غادي ندير تقريبا زلافه ما بين المعدنوس والكرافس. انا القزبور ما كنديروش نهائيا، اي اكل عندي ما كنديرش القزبور سبحان الله. عزيز عليا كيعطيني واحد المذاق، الناس عزيز عليهم، كاين الناس عزيز عليهم عزيز عليا. جا هو هذاك العبار ديالي، عارفه لاني دايره 8 ديال الرباطي ديال الكرافس و 8 ديال المعدنوس. متعوده الى طحنتو الى طحنتهم بالروبو ديال قطعت ديال اللي كنقطع ليه الربيع كيعطوني زلافه، جوج رباطي كيعطوني زلافه طبعا كنطحنهم بدون ما. هنايا ها هو عندي وعندي الربيع قطيه البصله والمطيشه واللحم، غادي ندير اللحم ندير كلشي وندير اللحم اخر شيء لانه باش ما يدي كونجيلا باش نرجعو الكونجيلاتور. نتوما الا كان جديد نتوما ديروا تختاروا اي لحم تزيدوا العظام تزيدوا اي شي حاجه. هنا بما انه عندي 8 د البصلات، هنا البنات بما انه عندي 8 د البصلات غندير ملعقه كبيره لان محكوكين البصلات عفوا تحكت كتعطيك واحد الكميه صغيره. ملي هاد البصلات ديالي غادي ندير السمن، نخلي غير الملح، غادي ندير السمن ديال على حساب 3 ايام غير الملحه والعطريه بحال البزار بحال اي عطريه كديروها. انا عندي واحد العطريه اللي صاوبتها معكم في الفيديو السابق ديال العطريه، راه غنحط لكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو في صندوق الوصف باش تقدر يرجع للعطريه ديالي شوفها الا بغيتي صوبها، راه زوينه ورائعه كتعطي واحد المذاق رائع في الاكل. هاني يعني درت 8 الملعاق ملاعق صغيره، كل ملعقه صغيره على حساب 3 ايام ديال الحريره. انا كندير القرفه، هنا القرفه كنفضل نديرها من دابا، كندير القرفه في الحريره ديالي كتعطيني واحد المذاق رائع. كنديرها عاوتاني عواد، تقادات لي دابا عواد خاصني ندير صوبتها في العطريه داك النهار. القرفه راه كتعطي واحد المذاق رائع في الحريره. صافي غادي نكتفي بهذا من العطريه حتى النهار اللي نبغي ان شاء الله نقاد الحريره ديالي. هنا غادي ندير اللحيمات، ندير تقريبا شي 100 غرام، كل عندي هنا كيلو الا فرقته غادي يعطيني تقريبا شي 200 غرام، 8 ديال الباك لا ماشي 200 شي 120 غرام ل 8 ديال الميكات.
باقي يا حبيباتي مطيشه. مطيشه بامكاني نديرها في زيبلوك بوحدها وبامكاني نضيفها هنايا. الا شت هاد الزيبلوك ديالي غادي يعمر لي، غادي نسدو بحال هكا وغادي ندير مطيشه بوحدها ونخليها ونديرها معاها، نعقدها معاها بحال هكا ونخليها. غادي نوريكم بحالاش بلاتي نجيب الزيبلوك حبيباتي. بما انه الا كنا دايرين كميه في الساشيات ديال اكثر من يوم، ما غاديش تهز لينا مطيشه كامله المطحونه الطريه مع هاد المكونات. اش كنديروا؟ كنعبدوا هاد الساشيه ديالنا، كنشدوا واحد زيبلوك اخرى وساشيه اخرى، كنديروا الدواز، كنطحنوا ما تكونوا طاحنين مقياس ديال المطيشه ديالنا ديال هاد المده ديال الايام، وكنخلط من التحت باش ما يبقى داك الماء التحت ويطلع داك الخاطر الفوق، وكنهز القياس ديالي. انا هنا عارفه القياس ديالي بالمرغايه، كنغرف القياس ديالي ديال المطيشه ديال ثلاثه واحد شويه، وغادي يشيط لي واحد شويه، غادي نفرقوا عليهم في الاخر. كنخلي واحد الزلافه حدايا فاش نبقى نحط الدواز. كنعقد هاد المطيشه هذه، طبعا هاد المطيشه راه طحنتها بدون ما يعني ما فيهاش الماء، داكشي علاش جايه ثقيله، وطحنتها بالقشره ديالها. كنشد هاد الساشيات كنعقدهم بحال هكا باش ملي نخرج كنلقى كل الحريره معها مطيشه ديالها بحال هكا، وغادي نجمعهم في واحد الكيس ها هو ديال خاص بهادشي ديال الحريره. واحد غنحطو بكشي، غادي نجيب الكيس الاخر وغادي ندير فيه مطيشه. هذا الدواز مزيان يدوز لك مطيشه بحال هكا باش ما تعمري الساشيه البلاصه اللي غادي تكرديه وداكشي. كنتو دايرين كميه ديال غير ديال كل يوم، بامكانك ديري مطيشه وديري كلشي في بلاصه واحده. هذه طريقه من طرق تحضير أغراض الحريره، داكشي ديال الحريره المجمد، باش يجيك ساهل وكتجي طريه جديده. واخا هكا واخا في الكونجيلاتور ما تخافوش، نفس البنه نفس الطعمه الا طحنتيها جديده، الا طحنتي المعدنوس ديالك والكرافس جداد. هانتوما عاوتاني ها عقدتهم مع بعضياتهم باش يجوا في بلاصه. هذا الا كنا دايرين قياس اكثر من يوم، الا كنا دايرين يوم واحد غادي نجمعوا في بلاصه. غادي نكمل دابا هاد المطيشه ديالي في نقادها وغادي نرجع نوريكم شحال من حريره صغار. حبيباتي هاني قديت هاد الكيس هذا باش نوري لكم، درت مطيشه معاه ها هادو، درت مطيشه بوحدها ودرت الاقامه ديال الحريره بوحدها. هنا نفس الشيء، وما عندي الكميه ديال الشهر ديال الحريره ان شاء الله. انا سبقتها وريتها لكم قبل رمضان بفتره طويله، الله يوصل الى حقنا عليه بالخير ان شاء الله، ويلحقوا علينا بالسلامه والصحه والسلامه يا رب، يدخلوا علينا بالبركات ويتقبل منا جميعا صالح الاعمال. علاش؟ باش البنات يكون عندهم الوقت باش يفكروا يتقداو داك الشيء. الماتش دابا رخيصه وبزاف ديال الاغراض دابا كتكون رخيصه وعندهم الوقت باش يبقى لهم فاش يحضروا الشهيوات، يحضروا شي حاجه. ودائما تذكروا بالله رمضان راهو شهر العباده وشهر صله الرحم، ماشي شهر الاكل والشراء والتبذير الفلوس في الفاضي. كنحبكم حبيباتي، نتمنى لكم ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. شكرا لكم وني بكم، مرحبتي بكم كاملين.